شوف جيك ان شاء الله يا رب. اول مره نقدم نقول مساء الخير ايه قبل 12، نمسي عليكم شباب على المتسابقين اللي برضو كذلك في الهنجر وأظن كذلك المشاهدين الكرام. نمسي على ضيوفنا اليوم، معنا الشباب اللي دخلوا برايم، فهد العطوي، حياك الله فهد. الله يبقيك طول عمره. ابراهيم النجاشي، يا مرحبا ومسهلا، منورنا، ما يحتاج علم يا ابراهيم. يا حبيبي انت. محمد الزعيزعي، يا مرحبا، يا حياك الله يا محمد. الله يبقيك ويسلمك. عبد المجيد الذيابي، يا هلا وسهلا. محمد الشهراني، حياك الله. وليد الزهران، هذولي الستة اللي داخلين معنا برايم ضيوفنا اليوم، بندردش معهم بناخذ أجواءهم ما قبل البرايم. فهد، هلا مرحبا. نسبة التوتر؟ والله ماني متوتر، جت هذا اللي ربي كاتبه، سواء طلعت من هذه القرية، تعرفنا على شباب طيبين، قدمنا الأفضل، حاولنا أن نوصل إلى قمة الأفضل، وإن شاء الله بإذن الله تتيسر الأمر إن شاء الله بإذن الله. كيف وهذه بداية نجاح، يعني حتى لو طلعت اليوم أعتبرها بداية نجاح إن شاء الله. يعني ما أنت متوتر؟ الحمد لله. وكمية القوارير الموية اللي قدامكم، شايف كيف؟ يعني لازم. فهد، ندمت على الطلبية اللي عند الباب؟ أنت عبد المجيد صح مع بعض صح؟ إيه. ندمت على الطلبية اللي عند الباب ولا لا؟ لا مو اني، بالعكس هذا شيء عادي نشوفه بالنسبه للطلبيه، اشوفها شيء عادي، يعني انا ما سويت شيء غلط. هذا من كرمك يا اخي. اي وما طلعنا، الله يسعدك طول عمرك. لان الرجال يحلف علي انه بيحاسب قبلي. الله يعزك. ولكن عاد انا شيء ما كنا حاسبين له. تحسون انفسكم مظلومين؟ هذا يدل دل على بيض الله وجهه وبيض الله وجهه. بيض الله وجهه. اثنينكم جزاكم الله. تحسون انفسكم مظلومين عبد المجيد؟ والله شوف، من ناحيه ظلم بعد المحاكمه، حاكم فيها تركي ونزع عدل تركي الدوسري، في خصم ما قصر طبعا، سواء بس ان 2000 يعني احنا مثل ما تقول سحب، لان في واحد قال على مسؤوليتي، يطلع على مسؤوليتي، احنا ذاك الوقت تونا جايين ما نعرف وش اللي لنا واللي علينا، فهمت؟ لكن ان دل الموضوع دل على كرم الرجال. يستاهل عزك يا حبيبي. هي اللي طلعتكم برايم؟ لا ما ادري والله. في اشياء ثانيه؟ ممكن في حاجات ثانيه بس انا ما ادري.